ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو أسباب الفشل في الغوص الحر. أسباب الفشل في الغوص الحر أسباب كتيرة وعديدة. هنتكلم عن أول سبب وأهم سبب من وجهة نظري، سبب أنا بنفسي شفته وعينته ولاحظته معظم المبتدئين أو المقبلين على رياضة الغوص الحر للأسف الشديد بيقعوا فيه، وبينتهي بيهم الأمر بأنهم بيتعقدوا وبيتشأموا وللأسف الشديد بيبعدوا عن رياضة الغوص الحر نهائيا. يحس أن الأمر خلاص فوق مستوى قدراته وفوق مستوى مهاراته ومش هيقدر لا يوصل ولا يقرب للمهارة دي. أول سبب وهو عدم إجادة السباحة الحرة إجادة تامة أو إجادة صحيحة. معظم المقبلين على رياضة الغوص الحر، وده أنا لمسته وشفته بنفسي للأسف الشديد، اتعلموا السباحة بالفطرة أو على الفطرة، بمجرد أنه هو يرتدي الماسك السنوركل الزعانف ويبتدي يطبق المهام أو المتطلبات اللي مطلوبة منه في ليفل 1 بيواجه مشاكل عديدة ما بيقدرش يسيطر عليها، وكمان للأسف الشديد بيصعب الأمر على المدرب إنه يبتدي يوجهه ويصلح له أخطائه بسبب تعدد أخطائه. نفهم من الكلام ده لو كنت مهتم أو مقبل على رياضة الغوص الحر لازم تكون متقن للسباحة الحرة إتقان تام، سباحة حرة أكاديمي على يد مدرب متخصص، مسافة لا تقل عن 200 متر. طيب لو انت ما تعلمتش السباحة على ايد مدرب متخصص وتعلمتها لوحدك بالفطرة، في الحالة دي انصحك بانك تتوجه لأقرب مدرب سباحة تقدر توصله وتقول له اني انا محتاج اتأسس واتعلم السباحة الحرة سباحة صحيحة، والتارجت بتاعك اللي المفروض توصله 200 متر سباحة حرة صحيحة. لو قدرت تحقق المسافة دي وانت مرتاح وانت مطبق كل المهارات الصحيحة، تقدر بعد كده تتوجه بمنتهى السهولة لأي مدرب غوص حر وتقدر تمارس المهارة أو تقدر تحصل على الكورس بمنتهى البساطة، وتتجنب خطأ كبير وقع فيه ناس كتير وللأسف الشديد كانت النتيجة إن هم بعدوا عن الرياضة دي نهائيا وظنوا إن ده شيء صعب تحقيقه وفوق مستوى قدرته. في المقاطع القادمة هتعرف قد ايه مهم انك تكون متقن للسباحة الحرة، وقد ايه هتساعدك بشكل كبير جدا في تدريبات الغوص الحر، وهتشوف انواع التدريبات اللي ممكن تقدر تمارسها او تتمرنها باستخدام السباحة الحرة. اتمنى يكون المقطع عجبكم، انتظروني المقطع القادم مهم جدا. سلام.